نقانق صحي، الكيتو دايت لمرضى السكر كتير هو روعة. دجاج 500 جرام، وجبنة 50 جرام، وملح معلقة صغيرة، فلفل أسود نص معلقة صغيرة، بصل مجفف بودرة ملعقة صغيرة، وثوم بودرة ملعقة صغيرة، والفلفل الحار حسب الرغبة، وممكن نوضع بابريكا. نطحن الخليط وهيك أصبح جاهز. بنلفه بنايلون غذائي الصحي، بنوضعه بماء ساخن نطهيه لمدة 15 دقيقة. بعد ما نطهيه احنا ممكن نعمله بالطريقة اللي احنا بنحبها، ممكن جريل، ممكن نعمله مع زيت ومع بصل مع توم. خلينا نتذوقها مع بعض. بصراحة الطعم كتير روعة، بالخاص انتو عملتوه بالبيت. بخصوص الخبز، هذا خبز بدون اي نوع دقيق. اللي ما شاف الوصفة، الوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف. في امان الله.